والله طلعت عندنا أزمة جديدة تولدت من الأزمة القديمة. أزمة القديمة مال سر البنزين، هسه سر مال كربون البنزين، وكربون البنزين ما يطلع إلا عن طريق الإنترنت، والإنترنت ضعيف ولازم يقوونه. هسه السر اللي قدامنا مرتين يحمل البيانات على الإنترنت وفشل يطلع عنده، الوراء مرتين يحمل البيانات على الإنترنت يطلع فشل عنده. هذه الحكومة شغلتها تسوي أزمات المواطنين. اليوم أنا عبرت من الأيمين على أيسر ساعة ونص، يلا عبرت خمس سيطرات، وين رايح وين جاي، وين رايح وين جاي. يعني حتى ننسى أزمة البنزين طلعت لنا أزمة أخرى، ما وين رايح وين جاي. زين إلى متى يريدون منك تسوي كابون بطاقة إلكترونية؟ بطاقة إلكترونية هم سعنك، المقترح اللي اقترحوه على أساس سعنك اللجنة مال لجنة النفط والوقود، ما أعرف يسموها. زين يريد منك مال الوقود، أنت تجي على موظف السرى 250 واحد، وكل ربع ساعة عم يكمل واحد على الانترنت، ومن دا يرسله ماكو يطلع فشل بالانترنت. يعني وهاي هاي خفف المسألة. هسه احنا متعلمين الازمات، عشناها والحمد لله والشكر عايشيها، وراح نظل نعيش بها الازمات. المفروض مربع الذهبي اكمله واجي اسلمه، والموظف بنفس السيارة تفوت بالبنزين خانة يصورها صورة او ياخذ صورة الشخص للسيارة. تعتقد انه البطاقة الالكترونية حل؟ ما تفك ازمة اخي. هذه ساعة 12 جيت على البنزين، فوق البنزين هاي سيارتي، وهسه واقف بالسلم الكربون مال البنزين. ساعة 12 الله مداك وقفت على التامين، وهسه واقف سرعة على الكربون مال البنزين. هو هذا عمل هذا؟ زين انت ايش قد راح تدفع فلوس يعني بالمعاملة مالتك هاي؟ ما بس مال استنساخة السنوية او الهوية ومربع الذهبي. شنو الحل؟ والله الحل ما حد يعرف ايش الحل. ايش سالفة البنزين كل بين ثلاث ايام اربع ايام اسبوع ازمة مال البنزين؟ هو هذا حل؟ ما حل هذا. الاهليات كلها معزة، وين لقي لي بنزين خانة اهلية ساعة توزع بنزين؟ ماكو، بس سائل الحكومي، بس الحكومي. الاهليات هم بدها يستلمون بنزين؟ ماكو ابن عمي، ماكو. وين يروح البنزين؟ والله بس الله يعلم وين يروح. ماكو والله، ما شفت بنزين خانة اهلية مفتحة. البيحة جينا قالوا دفاتر مال بنزين، قالوا على البطاقة الخضراء. البطاقة الخضراء جينا نفس الهوسة ونفس الحفلة ونفس الشيء، وكل شيء ما سوينا. صارت مال دفاتر نسوي دفاتر. البيحة ما طلع البرنامج. اللي ساعة بثنتين الظهر ماكو برنامج. شنو الحل؟ والله الحل بيد الحكومة. غير خليك مثلا مسؤول، شلون تحل الموضوع؟ الحل خليه ساعة، لي ساعة بالعشرة، خلي الموظفات كلها تشتغل، ما يصير أزمة. قبل ما يصير أزمة، هسا تفوت على البنزين خانة مضغتين ثلاثة تشتغل، الباقي كلها ماكو. والله أنا قبل ساعة ونص على السلم البنزين. نتناقش احنا يعني، مو قالوا سيارة الإقليم هي دا تسوي أزمة؟ أخي ما مشكلة سيارات الإقليم، خلي تجي تفوت سيارات الإقليم. ايش قد ياخذ له برميل برميلين؟ هو قد ياخذ له 40 لتر 50 لتر 60 لتر. هسه ما موجودين البحر، ما اكو. حتى لو يجي هو ما موجود صحيح، بس حتى لو يجي هو الحصه قليله، حصه الموصل قليله. سيارات ما شاء الله كثيره. قبل كان كل بيت او كل فرع بي سيارتين ثلاثه، هسه ما شاء الله كل بيت بي اربع خمس سيارات، ما تكفي.